للمزيد مشاهدينا أيضا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي ضيفي الكريم بعد التحية. رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أكدت أن الإرادة السياسية الداعمة هي مفتاح حصول المرأة المصرية على جميع حقوقها دون تمييز، كيف ترى ذلك؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني حضرتك في رأيي عصر، هناك العصر الحالي عصر ذهبي تعيشه المرأة المصرية لحظة في لحظة بلحظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة. يعني توجت المرأة في عهده بالعديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة ليعرف عهده بالعصر الذهبي للمرأة. يعني بالفعل حصلت النساء على أعلى فرص التمكين في مختلف المجالات ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، حيث دخلت الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة كبيرة في الحقائب الوزارية ومثلت عددا كبيرا تحت قبة البرلمان. يعني لو اتكلمنا حضرتك العصر الذهبي اللي استطاعت المرأة فيه في عهد الرئيس السيسي الحصول على العديد مناصب القيادية، نتكلم على مواقع أو مناصب قيادية مهمة تصل إلى مواقع صنع القرار، وهذا لم يحدث في التاريخ. نعم. يعني وكمان والمرأة تستحق ذلك وأثبتت كفاءتها وجدارتها، يعني لأنها حصلت على العديد من المناصب الهامة لأول مرة. يعني بنتكلم حضرتك على لأول مرة في التاريخ يتم تعيين امرأة في هذا المنصب، وهي في منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وهي الدكتورة فايزة أبو النجم، وده طبعا كان بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون السيده الاولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي، وده طبعا دليل على ثقه القياده السياسيه في كفاءه المراه المصريه لتتولى هذا المنصب المهم والحيوي. لو اتكلمنا عن نسبه المراه في الحقائب الوزاريه، حصلت المراه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعلى نسبه بالتمثيل في الحقائب الوزاريه، بنتكلم عن وصول 8 سيدات الى منصب وزيره طبقا لاخر تعديل وزاري. نعم. وطبعا ده كان في اشاره ايضا من المجلس القومي للمراه في تقرير او في احدى تقاريره عن زياده نسبه تمثيل النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 الى 20% في عام 2017. نعم. ثم الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس وزياده نسبه تمثيل المراه الى 25% في عام 2018، وده طبعا يعد اعلى تمثيل على الاطلاق للمراه في مجلس الوزراء المصري. بنتكلم عن 8 نماذج ناجحات في الوزراء. قلنا يعني السيده نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، السيده نيفين القباج وزيره التضامن، ايضا السيده ايناس عبد الدايم الثقافه، السيده رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، السيده ياسمين فؤاد وزيره البيئه، السيده سعيد وزيره التخطيط. يعني نتكلم عن عدد كبير. نتكلم ايضا من اهم المكتسبات التاريخيه وصول المراه وتخليها مكتب مهمه في قضاء. طبعا انجاز تاريخي يعني غير ارقام مشرقه كما للمرأة. طبعا حضرتك تتذكر في استاذ محمد، يعني نرجو من حضرتك الوجود في مكان يعني تكون فيه إشارة حتى نسمعك جيدا. ما تشير إليه تمت الإشارة إليه في الفيلم التسجيل الذي أذيع في الاحتفالية تحت عنوان أرقام مشرقة، يعني كان للمرة الأولى مستشارة للرئيس للأمن القومي ووكيل لمجلس الشيوخ امرأة ومساعدة لوزير العدل ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأول مرة منذ 22 عاما، وأيضا أعضاء في النيابة العامة ومجلس الدولة. إذا ذهبنا إلى كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي أستاذ محمد، ولعلك معنا حتى الآن. مع حضرتك. نعم. وزيرة التضامن الاجتماعي أشادت بحرص السيد الرئيس على تصحيح صورة ومكانة المرأة المصرية وانحيازه لتمكينها، في رأيك ما هي أبرز ملامح يعني هذا التوجه وانعكاسه على مكانة مصر دوليا؟ احنا يعني بنتكلم ان الدولة حرصت على تمكين المرأة في الحياة السياسية. نعم. وده طبعا بينعكس بشكل كبير دوليا. بنتكلم عن دخول السيدات الحياة النيابية لتحقيق المرأة انتصارا جديدا. كان معنا الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي كان معنا